اهلا بكم يا شباب مع لعبة وان بيس فايندينج باس. اتعودت لما بتكلم عن اي مشكلة خاص باللعبة بتكون من خلال تجارب، سواء بقى كانت التجارب دي من اشخاص بيقعوا في المشاكل وبيبعتوا لي عشان خاطر المشاكل اللي بتظهر عندهم متكررة في خاص بلعبة وان بيس، او تجارب بتكون حصلت معايا انا. فالموضوع النهاردة وفيديو النهاردة هو عن مشكلة حصلت معايا انا فعليا في عملية تسجيل الدخول من لعبة وان بيس، ودي تعتبر المرة الثانية اللي انا هقع في نفس المشكلة، والحمد لله الواحد بيلاقي لها حل. ما لقيتلهاش حل الا في الثانية، الاولاني ما لقيتلهاش حل، وبصراحة يعني مسحت اللعبة وريحت دماغي، لكن عشان انا كان عندي حساب تاني. لكن ما لقيت بقى الحساب الجديد بيبقى فيه نفس المشكلة وكان هيضيع مني، فحاولت ان انا اشوف ايه المشكلة بالظبط وبالتحديد. بصوا شباب علشان ما اطولش عليكم الفيديو، المشكلة دي خاص بكل اللي نزل اللعبة من تطبيق 4399، وده اللي حصل معايا اليوم قبل ما اعمل الفيديو ده. جيت اشغل اللعبة، اللعبة طبعا وقفت ومفيش بقى تسجيل دخول ومفيش اي سيرفر ادخل عليه خالص، اللعبة كده تعتبر ميتة. نفس المشاكل اللي بتحصل معاكم، اللي انت بتيجي تعمل تسجيل دخول ما بتلاقيش، بيجيلك رسائل وبتقعد تقرا الرسائل كلها بالصيني ومفيش اي حاجة قدامك ولا سيرفر بيشتغل ولا اي حاجة، نفس المشكلة دي. في الحالات اللي زي دي طبعا انا كنت قلت لكم قبل كده، انت لما بتلاقي حاجة وما شفتش السيرفر بتاعك موجود ما تعملش اي حاجة في اللعبة، وده فعلا اللي انا ما عملتش اي حاجة في اللعبة وطلعت خالص من اللعبة، ورحت بقى للتطبيق، التطبيق اللي انا المفروض منزل منه اللعبة، لقيت ان المشكلة هنا بقى في التطبيق نفسه. المشكلة ازاي بقى يا شباب؟ اللي انا ما عملتش تسجيل دخول للتطبيق بقالي كام يوم، يعني شوف انا دلوقتي بكلمكوش بقى على اللعبة، انا بتكلم على التطبيق، التطبيق 4399. لو انت ما فتحتش التطبيق كل يوم التطبيق هيقفل منك، ولو التطبيق قفل منك مش هشغل لك اللعبة. خلي بالكم من الموضوع ده، التطبيق لو قفل اللعبة مش هتشتغل. ده برضو ممكن يحصل في تطبيقات تانية انت منزل منها نفس اللعبة. وطبعا انا زي ما انا قلت لكم يوم ما عملت الحساب، طريقه الحساب في خاص بال 4399، وقلت لكم يا شباب خلي بالكم من رقم الباسورد بتاعكم واكتبوه في ورقه لوحده. لما انا عملت طريقه التسجيل قلت هو هيدي لك رقم اي دي، وبعد كده انت بتكتب باسورد، الباسورد ده انت بتحفظه وتكتبه في ورقه، لان هو هيطلبك بيه لو انت ما شغلتش التطبيق كل يوم، هيطلبك ان انت تدخل الباسورد الخاص بالتطبيق 4399. وده انا الحمد لله طبعا انا حافظ كلمة السر اللي هو الباسورد حافظه، عشان كده لما هو جاب لي الرسالة وقال لي ان انت ما استخدمتش التطبيق بقالك كام يوم ومحتاج ان انت تعمل تسجيل دخول من اول وجديد، فطبعا انا حافظ رقم الباسورد، فدخلت رقم الباسورد والتطبيق اشتغل. ولما التطبيق اشتغل جيت افتح اللعبة، اللعبة اشتغلت زي ما انتم شايفينها قدامكم كده، هو ده المفروض الحساب الجديد اللي كان هيروح مني، واللعبة اشتغلت وربطت باللي هو التطبيق. فالموضوع كله العملية مرتبطة بحاجتين، التطبيق واللعبة. التطبيق لازم اللي انت تشغل كل يوم، كل يوم كده تفتح التطبيق وتسيبه. انا ما بقولكش ان انت تنزل العاب، لا، انت افتح التطبيق بس يعرف اللي انت عملت تسجيل دخول بشكل يومي، تمام يا شباب؟ عشان خاطر التطبيق يفضل متنشط معاك، يبقى حسابك ناشط في التطبيق ويفضل على طول شغال معاك، عشان لما انت تيجي تشغل اللعبة، اللعبة تربط على طول ومتوقفش عندك في اي لحظة ولا في اي يوم. الموضوع ده مهم جدا، على قد ما هي ممكن تكون الموضوع هايف وممكن ميكونش له قيمة، يعني ايه اشغل التطبيق كل يوم، بس بتعمل مشاكل كبيرة جدا اللي انت ممكن ما تخلكش اللعبة تقف عندك وما تشتغلش خالص. يعني شوف على قد ما هي الموضوع بسيط على قد ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة. اتمنى شباب اللي تاخدوا بالكم من الحاجات البسيطة الصغيرة ديت، لانها بتفرق معاك جدا جدا في اللعبة. ده كانت اخر حاجة شباب، وطبعا في اي حاجة بتحصل لازم اطلع اقولها لكم حتى لو هي صغيرة. اتمنى شباب ان الصوت يكون واضح، ما يكونش فيه اي مشكلة خاص بالصوت. اشوفكم شباب فيديوهات كتير جدا ان شاء الله، ما تنسونوش الدعم باللايك والاشتراك في القناة. سلام.